أريج أولى محطاتنا مع ضيوفنا اليوم ما رح نبعد فيها عن دار الأوبرا، رح نتجول فيها على أنشطة الفرقة السيمفونية الوطنية السورية اللي رح تحيي يوم غد حفلتها بدار الأسد للثقافة والفنون مع الطفل قيس الصفدي بقيادة المايسترو ميساك بكبودريان ضيفنا لليوم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك ببيتكم بداركم. المشاهدين كلهم أهلا وسهلا فيكم في دار الأوبرا. يعني بصراحة الفرقة السيمفونية الوطنية هالسنة 2018 سنة خاصة كثير بالنسبة لها، لأنه عم نحتفل ب 25 سنة لظهور الفرقة السيمفونية، فنشاطاتنا كلها مميزة رح تكون هالسنة مختلفة عن السنوات الثانية. أكيد دائما في تألق دائم. مايسترو خبرنا تحضيرات يعني كبيرة قمتوا فيها لحفل بكرة، خبرنا شوي كيف رح يكون الحفل؟ حفل بكرة كان بالنسبة لي لحظة عم بستناها من زمان. السنة الماضية 2017 في طفل سوري ترشح انه يمثل سوريا بالكرملين وعزف مع الاوركسترا الرئاسيه بروسيا بقصر الكرملين. فمن هي اللحظه كان في الحلم انه قيس الصفدي يكون معنا مع الفرقه السيمفونيه الوطنيه السوريه ويعزف معنا بدمشق. فكونه هالسنه هي سنه احتفالات وعم بتكون احتفالات مميزه، نحن جاي من احتفاليه حلب، حلب خفق الفؤاد، فقررنا انه نستضيف قيس وختام حفلاتنا بالقسم الاول من السنه تكون بهذا الحفل الموسيقي وقيس يكون معنا. مايسترو خبرنا عن اهميه هالحفل وكيف كانت التجربه مع الطفل قيس، يعني يمكن كلكم باعمار كبيره وعندكم خبره مع طفل هيك صغير، كيف كانت التجربه والتعامل الخاصه لك معه؟ بصراحه المشاهدين راح يفكروا انه قيس هو طفل ويعني يا دوب عم بيعزف. لا، فيني اقول قيس صحيح عمره صغير، قيس عمره 11 سنه، ولكن على المسرح هو عم بيتحول لشخص محترف، لموسيقي محترف، عم بيقدر ينافس اعضاء الفرقه السيمفونيه الوطنيه السوريه. وهذا الحوار الجميل اللي عم بيكون بين اعضاء الفرقه وبين قيس. وكثير انبسطت وشفت اعضاء الفرقه اول بروفا تفاعلهم، يعني اول شيء بتقولي لهم في طفل جاي يعزف معنا، كانوا ايه انه في طفل جاي يعزف معنا، بس بعد اول ثلاث نوتات كلها عارفين انه من هذا في دهشه انه هذا طفل وصغير بالعمر ولكن موهبه كبيره. قيس في جديه بالعمل، في متابعه جديه من الاهل ومن المدرسه كمان، فضل كثير كبير للمدرسه تبعه سيده فيكتوريا، هي معلمة روسية بالرغم من الحرب هي موجودة بسوريا وعم بتدرس عم تكمل مهمتها. هيك بتقلي دائما هي مهمتي أنا أنه شكل أجيال جديدة. فصحيح عم نحكي عن طفل ولكن عم نحكي عن موهبة، عم نحكي عن جدية بالعمل، عم نحكي عن حرفية بالتعامل مع الآلة. وهذا شيء كتير مهم على المسرح، أنه كيف عم بيتفاعل هو مع الموسيقى، كيف عم بيسلمنا الموسيقى، كيف عم بيستلم منا الموسيقى. في حوارية، في حوارية كتير كبيرة، مع أنه كخبرة فعلية على المسرح مع أوركسترا هو مرة وحيدة بحياته عزف بموسكو مع الأوركسترا الرئاسية، ولكن تعامله مع الجو كله هو كتير احترافي. فهذا الشيء كتير مفيد له وإلنا كمان وللجمهور طبعا ليشوف هي الحالة على المسرح. مايسترو الفرقة السيمفونية دايما يعني بتقدم شيء مميز وحفلاتها بتكون مميزة، بالإضافة لوجود يمكن هيك موهبة معكم يمكن تخطت الحدود السورية، اليوم شو اللي بيميز حفل بكرة؟ حفل بكرة إضافة أنه رح يكون قيس الصفدي معنا، ف دايما في رسائل عم تتوجه من الفرقة سواء للجمهور او لمشاهدينا برا كمان، لانه في متابعه كثير كبيره للفرقه السيمفونيه من الاصدقاء موجودين في الخارج. فبالتالي نحن اليوم اول قطعه رح تكون مقطوعه لرخماينوف اسمها فوكاليز. فوكاليز هي رح تكون مثل مرسات، نحن بالاخير شهر ايار، وشهر ايار وشهر الشهداء بالنسبه لنا، ودار الاوبرا بالذات قدمت شهداء كثير سواء من الجمهور، من الاداريين، من الموسيقيين. فبالتالي في رح يكون لحظة لتحية لأرواح شهدائنا، ونحن هالسنة عم نستعمل شعار لأرواحهم نستمر. نعم. يعني هن استشهدوا لحتى نحن نكمل حياتنا، فبالتالي تحية لشهدائنا، تحية لأرواحهم ونحن مستمرين. فرح نبلش نحن بفكرة الاستمرارية، فكرة الأجيال الجديدة اللي رح بتكمل الطريق. يعني هلا قيس عمره 11 سنة، نحن بالحرب صرنا 7 سنين،
فبالتالي يعني قيس كان عمره 4 سنين وتبلشت الحرب. اي طفل تاني بظروف حرب بيقول شو بدي اعمل انا؟ اقعد اتمرن بيانو واقعد اشتغل وساوي؟ لا، هذا الاصرار انه نحن نكمل الحياه، هي رساله التحدي بالفعل. هي انا بقول دائما هي الاراده السوريه وهي الثقافه السوريه، ثقافه الحياه، ثقافه التراث والفن والموسيقى خاصه. فبالتالي هذا الشيء كثير مهم انه نحن نورجي الجمهور كمان هي الاراده القويه، لانه عنا شهداء ولكن عنا اراده حياه عم نكمل المسيره. فهي بكلمات كثير صغيره ملخص الحفله، اضافه عن طريق الموسيقى طبعا هذا الشيء، لانه نحن وسيله تعبيرنا هي الموسيقى. فبالتالي الفرقه السيمفونيه دائما عم ترسل رسائل سواء للداخل او للخارج انه نحن مستمرين، نحن عارفين شو عم بيصير برا. يعني نحن بنواكب الحفلات شو بيعزفوا برا، وبنعزف مثلهم، وبنعزف اللغه اللي هن بيحكوها. يعني نحن ما انا مقطوعين عازلين حالنا وما بدنا نسمع حدا، هن اللي ما بدهم يسمعونا، فنحن بدنا نوصل لهم اياها انه نحن عم نشتغل وعم نكمل وعم نستمر. اكيد مايسترو، يمكن هذا ترجمه لشعار موسيقانا اقوى من ارهابهم، وانه دائما فعلا الموسيقى بتحمل رسائل الوطن. نحن كثير تشوقنا انه نشوف قيس الصفدي، نروح نشوف كيف عزف بالكرملين نحن والمشاهدين، وبنرجع نكمل حديثنا. Концерт фортепиано с оркестром номер 3. Первая часть. Солист Кайс Аль-Сафади, фортепиано Сирия.
أكيد مايسترو، سوريا بتفتخر بهيك مواهب مبدعة، لكن حابين نرجع نذكر مشاهدينا ونخبرهم كيف وصل قيس لهالمشاركة بالكرملين. السنة الماضية اجت دعوة لسوريا انه يكون في طفل سوري بيمثلها بمهرجان اسمه مهرجان الأطفال العالمي. فبالتالي صار في اختبارات وصار في ما رح أقول فحص، وإنما جلسات استماع لعدد كبير من الأطفال المرشحين من المعاهد الموسيقية موجودة، وقيس هو اللي أخذ الآراء الجميع أنه هو أحسن من يقدر على تمثيل سوريا. طبعاً هذا الشيء مهم لأنه في عنا مواهب سورية قدرانة أنه تشتغل وتكمل وتساوي، مو بس بدمشق، حتى بالمحافظات، وإن شاء الله بدها تكون جزء من خطتنا القادمة أنه نحن نستقطب المواهب الصغيرة ونعطيهم فرصة الظهور على المسرح مع الفرقة السيمفونية بالتعاون مع مديرية المعاهد الموسيقية يلي هي تشرف على كل المعاهد بسوريا، أو معاهد تانية ممكن ترشح لنا أسماء أطفال، لأنه كثير مهم للطفل يعمل تجربة مسرح، يعمل هاي الخبرة هاي، وبتخيل هاي بتعمله لحظة تحول بحياته. وهذا الشيء اللي صار مع قيس، يعني هلا عم تشوفه كيف كان بموسكو عم بيهزف، كيف هلا عم بيهزف بثقة بالتأكيد على المسرح، خلص يعني هو تعود على هذا الشيء. هلا بموسكو امتلك أدواته، يعني امتلك هي الخبرة واكتشف أسراره، فبالتالي هو عنده ثقة أكثر هلا وعنده مفاتيح الحرفية صار. هلا بموسكو هو قدم الحركة الأولى من الأعمال، نحن رح نقدم ثلاث حركات. في شيء خاص بقيس رح يكون ضمن الحفل أم رح يشارككم كل الحفل؟ هلا نحن رح نقدم ثلاث مقاطع بالحفلة. مقطع واحد مشارك فيه قيس صفدي، في مقطوع البداية بعدين رح يكون قيس صفدي، بعدين في عنا مقطوع خصوصية ثانية. خاصة مايسترو إنه يمكن البيانو الآلي أيضا اللي أنت كمان بتعزف عليها، فيمكن أنت قائد الحفلة ومايسترو الحفلة، فهل أعطيته شوية نصائح؟ شو قلت له أول ما بلشت البروفا؟ شو الملاحظات اللي أعطيته إياها أيضا مشان كمان يكون عم يمثل حاله بشكل كتير صحيح على المسرح؟ بكل صراحة قيس عنده معلمة كتير كفوة، يعني هي إنسانة كثير منيحة، حضرت معه البروفا، أنا يمكن أخذ نصائح منها بالتغلاط يعني. فبوجهة تحية كثير كبيرة لمدام فيكتوريا اللي هي عم تشرف على قيس يعني كأنه ابنها بكل التفاصيل، كل القصص الصغيرة حتى، يعني ما عم تخلينا مجال أبدا أنه أي شيء ينقص بعزفه لقيس وحتى بحضوره على المسرح، فطول الوقت عم تتابعه بكل التفاصيل الصغيرة، وهذا شيء كثير مهم أنه يكون في عنا مدرسين من هالمستوى هذا عم بيقدروا يحتضنوا الأطفال ويتبنوهم ويشتغلوا يؤمنوا فيهم ويشتغلوا عليهم يعني بهذا الشكل هذا. بدي أقول شغلة، قيس صحيح هو عازف ولكن أنا اكتشفت فيه مواهب كتير كمان. قيس عم بيألف، قيس صار مؤلف أغاني ونحن عم نقدمها بمشروع بكرة لنا مع الكورال، صار كاتب كذا غنية، وفيني أقول أنه المستوى الموسيقي للأغاني كتير حلوين وخاصة للأطفال، لحن سهل بسيط ولكن جميل ومتناسب مع الكلمات، فيبدو هذا الطفل بده يفاجئنا بكثير بالمستقبل الله. يعني فالله يحميه وهيك نقدر نساعده قد ما بنقدر نحن. نعم. ان شاء الله. يعني مايسترو منذكر انه الحفل بكره اي ساعه؟ الحفل بكره الساعه 6 بمسرح الاوبرا بدمشق، ونحن ناطرين المشاهدين يلي بيحبوا يعيشوا معنا بهي، لانه حاليا هي اول فرصه، اول مره هذا الحدث بيصير بدمشق انه طفل يكون مع الفرقه السيمفونيه. من زمان كثير مع اصطاف صلحي الله يرحمه فرقه كانت تاخذ مواهب اطفال بيجوا بيعزفوا مع الفرقه، ولكن فتره طويله ما عملنا هذا الشيء، هلا رجعنا يعني هيك قوينا شوي نحن، وصرنا عم نشوف المستقبل بشكل مختلف، فلازم نهتم بالأطفال ولازم يكونوا معنا دائما هن. نعم. خلينا نحكي مايسترو لك عن بعد ما خلصنا من قيس، وإن شاء الله كل الناس اللي بتحب الموسيقى وبدها تعيش التجربة معكم مع هالموهبة المبدعة تجي بكرة الساعة 6 المساء لتحضر. خلينا نحكي عن أنشطة الفرقة السيمفونية الوطنية القادمة. الفرقة السيمفونية مثل ما قلنا بالبداية عم تحتفل 25 سنة، ففي عنا عدة مشاريع عم نفكر في، عم نخطط لها وعم تتبرمج وراح تصير إن شاء الله واقع. في خطة أنه نعمل جولة محافظات، أنه نزور المحافظات لأنه اشتاقوا لنا ونحن اشتقنا لهم، فأنه نروح نقدم لهم حفلة موسيقية بحمص واللاذقية، وإن شاء الله نرجع حلب كمان قريبا، يعني كنا بحلب وإن شاء الله نرجع حلب لأنه اكتشفنا أنه مدينة بحاجة لهذا الشيء، في موسيقيين بحلب عزفوا معنا، لازم نعطيهم فرصة أنه يرجعوا. الجمهور مشتاق،
في جمهور وجمهور مشتاق، بس انا بيهمني كثير الكوادر الموسيقى الموجوده بالمدن ترجع وتاخذ طاقه. تماما صحيح. فالفرقه السيمفونيه بتنشر الطاقه هي وبتحفز الناس انه يرجعوا يشتغلوا، انه في امل، ما يحسوا حالهم انهم ضعاف لحالهم، فنصير ايد وحده. نحن بالاخير فرقه الوطنيه، نحن لكل الوطن ولازم نوصل لكل زاويه بالوطن. فهي الخطه للسنه، القسم الثاني من السنه ان شاء الله، وراح يكون في عنا عمل بعدين راح تكتشفوه، عم نطبخه كمان وعم نحضره ان شاء الله. بيكون 2018 سنه مميزه للموسيقى وللفرقه السيمفونيه الوطنيه. ان شاء الله. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق مايسترو. بعد الحفل في سفره لحضرتك، خبرنا شوي عن مشاريعك الخاصه ونشاطاتك اللي راح تقوم فيها. انتوا اخبار توصلكم كلها الاخباريه. ف عم بشتغل على مشروع اوروبي بتمويل من الاتحاد الاوروبي بهدف تعريف الجمهور الاوروبي على الثقافه السوريه. كنت عم بحكي مع اصدقائي بايطاليا يلي الاوركسترا كنت اشتغل معهم، اوركسترا برونو ماديرنا، مع وجود اللاجئين السوريين هلا للاسف الفكره السوري هو اللاجئ. هو شخص حتى يمكن دائما بتعبروه هو دون بالنسبه لهم. فطلعت فكره انه نحن لازم نعمل مجموعه من الحفلات تنشر الصوره الحقيقيه لسوريا، للثقافه السوريه. ففي مشروع عملنا حفلتين حاليا بايطاليا واسبانيا، هلا عم حضر الحفله الثالثه بالبوسنه بسراييفو. اوركسترا مؤلفه من موسيقيين ايطاليين اسبان وسوريين، عم بيعزفوا اعمال لمؤلفين كمان سوريين وايطاليين واسبان ومن سراييفو. فرح يكون عندنا منفردين سوريين عم يعزفوا الناي والعود، وبالاضافه للموسيقيين الموجودين بالاوركسترا. فبتلاقي بالاوركسترا ايطالي سوري اسباني قاعدين مع بعضهم كلهم وعم نعزف الاعمال هي. فقدمنا حفلتين بايطاليا واسبانيا، هلا الدور لسراييفو بنفس التشكيله، بدنا نروح لسراييفو. كيف عم بيكون تفاعل الجمهور الغربي ايضا مع هي الموسيقى او المزيج من الموسيقى الشرقيه والغربيه؟ انه الحضاره السوريه كيف عم بيكون تفاعلهم معها؟ هلا انا من تجربتي هي حسيت انه الجمهور الاوروبي ما بيعرف موسيقتنا. فباللحظه اللي عم يتعرف، موسيقتنا كثير دافيه قريبة للقلب، وبنفس الوقت اللي عم تقدر تتجاوز كثير حدود، خاصة حدود اللغة. فنحن قبل كل حفلة حتى عم نورجيهم الآلات، عم نعرفهم على الآلات، إنه شو هي آلة الناي، شو هي آلة العود، آلات الدف فرضان، الرق عم نحكي عنهم. فبالتالي عم بيكون تفاعل كثير كبير، وخاصة وقت يكون عندك كمان موسيقيين كثير مناح وبيقدروا هن عن جد يوصلوا الموسيقى هي بسحر لهذا الجمهور الموجود. فبالتالي تتجاوز كل الحدود، وبعد كل حفلة عم بيصير انه نحن ما كنا بنعرف هذا الشيء ولا عم نتعرف عليه. خاصة يمكن الجمهور عم يكون مستغرب انه كيف سوريا برغم كل الحرب اللي مرت فيها يمكن مستمرة رسالتها الموسيقية والنغم الموسيقي بحرفية ايضا. الشيء اللي مستغربه فعليا هي الفكرة اللي عم بيحكوها كثير، انه انتم لساعتكم عم تعملوا موسيقى، معقول عندكم حرب عم تعملوا موسيقى؟ للأسف هن ما عم بيقدروا يكتشفوا شو عم نعمل نحن بسوريا. يمكن لأنه نحن بنحكي عربي كتير، حتى وسائل التواصل الاجتماعي كل شيء عم بيكون بالعربي. وفعلا أنا اكتشفت شغلة بعد هي التجربة، صرت كتير شغلات اكتبهم بالإنجليزي. يعني حتى نحن للأسف البوسترات بنعملهم بالعربي، بس نحن بنفكر بجمهورنا، ولكن يبدو لازم نفكر كيف نتواصل باللغات الثانية، لأنه هن للأسف العربي صعب عليهم. صح. هن عم بيدوروا علينا بس ما عم بيلاقونا، فلازم نحن نوصل لهم كمان. هون شغله مهمه دوركم ورسالتكم اليوم. يعني نحن نتمنى لكم كل التوفيق مايسترو، ان كان مشاريعكم المستقبليه للفرقه وان كان مشاريعك الخاصه اللي عم تقوم فيها. كل التوفيق لك وموفق بسفرتك المقبله. شكرا كثير لكم وناطرينكم بكره ان شاء الله عشان نحضر مع بعض قصه فضي كلنا. نرجع منذكر